الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني استسمح الجميع قبل كلمة هذه أريد يعني أجعلها مفاجأة، يعني مازال ما خبرت واحد فيكم من بعد أقول كلمتان. يعني سأدعو هنا بجانبي بعض المعلمين القدماء وسأكرمهم قبل التكريم. اتفضل. تفضل معنا بن عبد الله الضريبه. تفضل سي سنوسي الكروف. تفضل الشيخ بن لحور السابق. شوفوا انتما اغلبيه تاع فيكم كما ما تعرفوش هذا الرجل، تعرفوا الشيخ ولكن هذا الرجل ماشي عارفين. هذا الرجل هذا سموه بن عبد الله بن هيبه، يعني معروف الحق في حياته، معروف يعني بزاف يعرفوه الناس. كان مدير، كان نائب في المجلس الوطني، كان رئيس بلديه، ولكن انا لا اعرفه في هذا الامور. انا اعرفه في سبتمبر 1962. سبتمبر 1962 يعني كبار فيكم يعرفوا كي كنا عايشين الفقر والحرمان، يعني مانيش عارف الصغار ما يعرفوش. هذا كان مدير ابتدائيه، يعني الام تاعي شي فقيرة أقل شوية أقل، دازني عنده هو وقف في الباب تاع الدخلة اللي يكون جديد، اللي يكون جديد الشيخ، جيت هدرس كان يكون قديم واللي يكون جديد في ذاك الوقت، كان المدير في اللي يكون جديد هو، دازني في الباب قرا الكارني اللي كنت فاهم، قال هذا كبير، كانت عندي 9 سنين، 62 كان عندي 9 سنين، قال لها سي طروطار ما عنده ما يقرا كبير. قلت له ولدي الدراري يضربوك برا، خليه يحط غير حطيته. نقول لكم حاجة، ما راهي عندها 94 سنة لحد الآن تحكيها، لحد الآن هذه القصة اللي نحكي بها تحكيها اللي هي تحكيها لحد الآن. صح من غابته مع الفقر مع قليلة مع قال لها صاحبي اشري أردواز في ذاك الوقت ويجي، مشيت أردواز من السوق هذا اللي كل جديد راك معايا تعرفه نوريلك، مشيت أردواز وجيت قال لها ادخل، دخلني في القسم عاود 4 ايام 5 ايام قال لي نوض، حنا زوج ولا ثلاثة نوضنا، دانا القسم الزاوج، القسم الزاوج عند من؟ دانا عند هذا، ها هو انا، طيب انا شاب اصغر مني، هذا سموه سنوسين كروف، يعني اول اللي تعلمت عنده مدخل عنده كما يقولوا انبهرت، انا ما كنتش نعرف لا فرنسية في ذاك الوقت كانت غير فرنسية باش نتفاهموا مليح، ما كانش العربية، كان العربية مازال. يعني انبهرت، كان هو يقرب اللوحات الفرنسيه بحال يعني يدير في زيك كيما يقول، يعني ما نعرف والو، ولكن هذا يعني كنت في ذاك الوقت كنا نحبوه بزاف بزاف، في ذاك الوقت هذا كنا نبغوه لحد الان، انا نبغيه لحد هو ربما برا مشى ما عرفنيش، ها ما عرفنيش، مش راه عارف هو، لان هو هذا راه يعني راه يكتشف كما راكم تكتشفوا انتوما، يعني هو فاني ما كانش عارف اللي غادي نعيط له ولا نهضر معاه والو. هذا هو الشيخ تاعي كنحرك الكرموناد كونيشن الباتيسري وقرينا عنده والحمد لله يا ربي كاع داك الشكر اللي شكرتوني ان شاء الله هذوك الحسد اللي قلتوني نتمنى فقط تكون صحيحه كلها تولي لهم. ومن بعد كان المعلمين الاخرين ما جاوش، ومن بعد جينا للحجاج وين عند الشيخ بن لحور. الشيخ بن لحور الصادق احتضرنا، يعني في ذاك الوقت كما قلت لكم الفقر كان غير الفقر وحده، ما كانش حاجه اخرى، ماشي انا كاع الناس، كان عموم الفقر، كان عموم
يعني وقرانا وزيرنا وكلفنا، كان صارم جدا صدق، يعني كان صارم وكان بشوش في نفس الوقت، صارم بشوش يعني، وتعلمنا على يدو ونشكرهم، نشكرهم بزاف بزاف، وخاصة خاصة الشيخ بن عبد الله المهيبة. يعني أنا دائما نتخيل، شوف تخيل، أنا نتخيل كون في ذاك المرأة اللي رديتها، كون رديتها، كون رديتها، كون قالها سيطروا في ذاك الوقت، يقول لها ولي هي في ذاك الوقت كانت تقول له، وهي تقول لها بلي في ذاك النصارى مازالوا في ناس توصلوا بالشيعه، كنا مثلا الشيخ قلت لها ولي، هي تولي. انا كنت مش عارفكم الان. تخيلوا القصه على هذا، هو ما على بالوش، دائما ترحم عليه، دائما تشوف، دائما نفتح له، هو ما على بالوش، ولكن انا قدره يعني عالي عالي جدا عالي جدا. الشيخ بن عبد الله عالي عالي بزاف. على هذا الاساس يعني انا شفت روحي باش نكرمهم، كرمهم بتكريم بسيط، تكريم بسيط يعني ما نقدرش نكرمهم، لا استطيع، ما نجمش. شنو نعطيهم؟ نعطيهم دراهم؟ حاجه ما تسويهم. هذه الشيخ بن عبد الله، تفضل. شكرا. نعطي الشيخ السنوسي المعلم تاعي الاول كاع، تفضل. وغنبي الشيخ بالاحوال السابق. لأن الوقت أعتقد فاتني
الواجب لا ينتظر منه شكر. أنا كنت من الناس اللي كانوا يبذلوا المجهودات باش يكونوا أجيال صالحين في خدمة الوطن وفي خدمة الشعب. بذلت كل مجهوداتي باش نعلم الشباب كيفاش يتكلوا على أنفسهم بعد ما يتكلوا على ربي. نطلب من الطفل ولا من طفلة أن تأخذ في مسار الحياة بالسلاح الذي ينجيها من هذا المسلك الصعيد. وهذا الشهادة اللي قدمها جبر راهو نحلف لكم بالله العلي العظيم لا قاعد نسيتها. قاعد هذا نسيتها لأن أنا يهضر على 1962. أنا بغيت نستغل هذه الفرصة باش نقول لكم في 1962 ما كانوش عندنا معلمين مؤهلين. كنا نخرجوا في الشارع ونحوسوا على إنسان عنده شهادة ابتدائية. ونقولوا له عندك شهادة ابتدائية باش تخدم يقول لنا واه يدخل لوحدك معلم يدخل مونيتور. يا إخواني شوفوا يعني المعجزة بدون شهادة بدون إمكانيات بدون تكوين. يعني استطعنا باش نخلق هذه الأجيال اللي راكم تشوفوا فيها وين الآن صاحب الشهادة العليا راه يعني ما يشوفش خدمة راه يعني يبقى بطال. هذا بكاء هذا الرجال والناس اللي من أجل باش هذا المجتمع ينهض نحو التقدم والرفاهية. من هذا الشيء نستخلص حاجة واحدة برك عبارة يروح شي براهو ونتمنى له النجاح والسعادة والراحة والخير كل الخير. لازم يطمئن من يروح يخلي واحد في المستوى تاعه باش يعلم أولادنا كيفاه يطلعوا يعني ناضجين وسالمين من كل الأمراض. هذا هو الهدف تاع المعلم. راني داخل راني داخل راني شكرا للجميع كما نستسمح